إيلي كوهين، الجاسوس الفاشل الذي حولته إسرائيل إلى أسطورة. يعتبر إيلي كوهين أحد أشهر جواسيس الموساد عبر تاريخه الطويل. ولد كوهين في الإسكندرية لأسرة يهودية من أصول سورية عام 1924. في الأربعينيات انضم لمنظمة صهيونية كانت تنشط سرا في مصر، وفي 1954 ألقي القبض عليه بتهمة التورط في فضيحة لابون. في 1955 هاجر إلى إسرائيل وتزوج من فتاة يهودية من أصل عراقي تدعى نادية. جنده الموساد وأرسله على الأرجنتين لاختراق الجالية السورية هناك. في 1962 انتقل كوهين بناء على تعليمات الموساد إلى دمشق. جند كوهين ضباطا بالجيش وموظفين في الإذاعة ومطار دمشق الدولي. بالرغم من شبكة علاقاته لم يحصل كوهين على أي معلومات هامة. وفي 1965 ألقي القبض عليه وشبكته التجسسية وتم الحكم عليهم بالإعدام. وفي 18 من مايو 1965 تم تنفيذ الحكم في ساحة المرجة بدمشق ودفن في دمشق. اعتبرت إسرائيل كوهين بطلا قوميا مبالغين في دوره في حروب نكسة 67.